مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة التي ستأخذكم بها مسيرة الجزيرة مباشر تحديدا من أمام المدخل ومن أمام باب مسجد حبيب النجار. هذا المسجد الذي يعتبر هو أقدم مسجد في تركيا الحديثة، حيث هذا المسجد مشاهدينا الكرام الذي ستأخذكم بها مسيرة الجزيرة مباشر لترصد أوضاع المسجد الذي تحول إلى أنقاض، والذي تحولت صالة المسجد ومصلى المسجد إلى أنقاض. وهذا المسجد الذي يعتبر هو الأقدم في تركيا يمكن رؤية حطام المئذنة، وأيضا يمكن رؤية هذا الأنقاض الذي سببه الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 35 ألف شخص في تركيا، وأيضا قضى على تاريخ عمره أكثر من 14 قرنا من التاريخ في مدينة أنطاكيا، أو كما يطلق عليها لدى الأغريق أنطوخيا. مسجد حبيب النجار الذي نقف أمامه مشاهدينا الكرام يعتبر أول مسجد بحسب الحكومة التركية، حيث شيد هذا المسجد في عام 638 ميلادي، أي ما بين العام 16 و17 هجري، عقب فتح هذه المدينة على يد جيش الصحابي أبو عبيدة ابن الجراح في عهد خلافة الصحابي عمر بن الخطاب. مشاهدينا الكرام كما تشاهدون هذه الصور التي تأتيكم من هذا المسجد الذي سقط بشكل كبير جدا، وحدها الجدران الخارجية بقت صامدة وصمدت أمام هذا الزلزال، وباتت لا نرى إلا الرسوم الداخلية التي هي باللون الأصفر والأحمر والأزرق، وكذلك أيضا الكتابات على الجدران أصبحت عرضة للرياح مباشرة وهي بهذا الشكل التي تشاهدونه أمامكم. تحدثنا قبل قليل مع أحد رواد هذا المسجد وأحد الذين يتواجدون في هذه المنطقة، قال بأن هذا المسجد هو يعتبر أقدم مسجد في تركيا، وبه قطعة صغيرة من لحية النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما يعتقدون كانت محفوظة ومعروضة في المسجد، لكن بعد هذا الزلزال لم يعثر عليها بعد. هذا المسجد يتواجد مشاهدينا الكرام في وسط المدينة القديمة في أنطاكيا، وليس بالإمكان ومن الصعب الوصول إلى هذا المسجد بعد هذا الزلزال نتيجة إغلاق الشوارع التي تؤدي إلى هذا المسجد بسبب أنقاض المباني المدمرة. لم يتبقى مشاهدينا الكرام من هذا المسجد إلا الصور الذي بقى صامدا أمام هذا الزلزال الذي ضرب المنطقة، وكذلك هذه الآيات التي كتبت بالتركية على جدار المسجد والمئذنة التي سقطت نتيجة هذا الزلزال الذي ضرب هذه المنطقة. إلى اللقاء.